مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. وحلقتنا النهاردة طبعا هنتكلم فيها كتير في موضوعات كتير وموضوعات جميلة. هنقول مصر دائما بلد العطاء، مصر دائما بلد الشباب والرجالة، مصر دائما بلد الترابط، لأن كلنا في مصر بنحب دايما يكون في ترابط، دايما بنجري لعمل الخير ودائما بنجري للعطاء. النهاردة معانا مبادرة جميلة هنبتديها، ابتديتها طبعا السيد المستشار اسماعيل الانصاري، هو مؤسس هذه المبادره، وابتديتها معانا برضو الزميله عبير مذيعه مرسي. البرنامج معانا مرسي. في مدينه الشيخ زايد. وهنشوف ابطال المبادره الحقيقيين النهارده معانا. النهارده معانا طبعا الاستاذه هند، استاذه هند وحيد. طبعا احنا سعداء ان حضرتك موجوده معانا انا اسعد النهارده، بحضرتك. ومعانا الاستاذ ايمن محمد والاستاذ ايمن الاويسي. احنا طبعا سعداء بيكم وسعداء ان مصر دائما فيها نماذج مشرفه زي حضراتكم، دائما بتميل للعطاء ودائما بتقف دائما في الحق في العطاء، ودائما بنبص لعادات وتقاليد زمان. كنا الاول بنسال على بعض، كنا الاول بنشوف بعض، كنا الاول في حاجات جميله اختفت مننا في الفترات اللي هي اللي حصلت جديده دي. بس احنا شايفين النهارده ان مصر بخير بشبابها ورجالتها. وطبعا احنا سعداء بيك النهارده. أنا وكلمينا بقى عن أسعد المبادره بتاعتكم الجميله اللي هي مبادره اصدقاء الوطن للعطاء. والله. إحنا المبادرة دي يعني اتعرفنا عليها عن طريق الأستاذ عبير، وهي اللي لفت نظرنا للموضوع ده، وكانت بصراحة يعني ما شاء الله عليها، لأن ساعدتنا إن إحنا نقدم الخير أكتر للناس، والناس أصلا ما شاء الله يستاهلوا أصلا نعمل معاهم المبادرات دي، فهي اللي وجهتنا في الناس اللي هم الأحق بالحاجة دي فعلا. يعني احنا كده كده طبيعي بنخرج الحاجه دي، بس هي اللي ادتنا الاحق، الناس الاحق ان احنا نطلع الخير والحاجه دي للناس. ابتديتوها ازاي بقى وابتديتيها بداية والله انا في منين؟ ناس عندي اصلا فعلا انا كنت بادئه معاهم على طول، بس هي لفتت نظر الناس اشد احتياجا، لان ازمه الكورونا دي يعني في ناس كانت مستوياتها معقوله، يعني في ظل الازمه دي طبعا انهارت، وظروفها الماديه بقت وحشه جدا، فاحنا على قد ما نقدر حاولنا ان احنا بحاجه بسيطه جدا نساعدهم. بس فاحنا هي لفتت نظرنا للناس دي، واكتر الناس فعلا اصحاب الحضانات اللي هم الدادات، المدرسات اللي هم الكافيهات، العمال بتوع الكافيهات اللي هم العمال باليوميه، دي اكتر ناس فعلا يعني بدايه التشجيع كانت بدايه من عندنا مع مع المذيعه. الاستاذ عبير طبعا انا بصراحه بشكر مذيعتنا ربنا يبارك النهارده لها طبعا. الجميله اللي هي ايوه بتبدا الاول بالعطاء، ايوه وابتدت ان هي بتعمل مبادرة جميلة ايوه في أزمة كورونا اللي ايوه هي الأخيرة اللي احنا شفناها دي. ايوه فهنخليها بقى هي تتكلم تقول بقى طبعا المبادرة بتاعتها ابتدت ازاي ايوه وفكرت فيها الفكرة ازاي وعملت المجهود الكبير ده ازاي. اولا يا استاذ تامر، انا طبعا بوجه تهنئة لشعب مصر بأعياد اكتوبر المجيدة، وانا معايا النهارده جنود جميلة جدا وابطال فعلا حقيقيين وجنود مجهولين. انا تعبت قوي عشان اطلع الجنود الجميله ديت النهارده معايا في البرنامج، لان هم كانوا رافضين تماما ان هم يطلعوا معانا. مبادرتنا كانت مبادره جميله جدا، شاركنا فيها طبعا استاذه هند، شاركتنا فيها شاركنا فيها استاذ ايمن، شاركنا فيها الجميل اللي دايما سباق بالخير في بالنسبه لاهالي زايد، ودايما مع كل الناس في اي وقت وفي مكان وزمان. ساهم معانا ناس كتير قوي قوي من مجموعة رجال أعمال. طبعا أنا عايزة أتكلم عن المبادرة الجميلة دي، وبشكر المستشار شريف الأنصاري، الشريف إسماعيل الأنصاري، وبشكر دكتور مختار القاضي، وبشكر كل إعلامي وإعلامية جميلة، وبشكر طبعا أستاذ تامر بسيوني الإعلامي الجميل اللي بجد كان برضو أنا بيدعمنا. بشكرك يا أستاذة عبير، وسعيد بيك النهاردة، وسعيد مرسي. بالمجموعة الجميلة، وجهة مشرفة لمصر في العطاء. واحنا طبعا عايزين برضو نعرف معاكي ونعرف من ضيوفنا ابتديتوا المبادره وفكرتها جت منين. تمام. الفكره اني طبعا عرض عليا المستشار اسماعيل الانصاري ان المبادره ديت عنده بالنسبه لمكانه، فقلت له على فكره في عندي جنود بجد مجهولين هم دعموا فتره كورونا كلها، كانت بتتواصل معايا استاذه هند تقول لي، انا مش عارفه طبعا بسالها دلوقتي على الهوا، ايه يا استاذه هند اللي وصلك لمبادرتنا؟ حضرتك تواصلت معانا وجيت لنا الشغل مكاننا، وقلت لنا لو تحبوا تساعدوا في المشاركه دي، دي طبعا حاجه براحتكم فعلا،
بس انت وجهتيها للناس الثانيه وانا هوجهكم للناس اللي هم يستحقوا فعلا الحاجه دي. وانا كنت يعني في مبادرتي ديت بقصد ان التواصل يكون من الناس مباشره ليهم. يعني استاذه هند يعني كانت في تواصل بينا ولا شفناهاش اصلا خالص نهائي. اول مره اشوفها يمكن النهارده. كان كله تواصل عن طريق التليفون بس. طب لو عرفنا بقى من الاستاذ ايمن محمد ابتديت المبادره ازاي وحضرتك نشاط حضرتك ايه؟ انا محلات طيور تبارك في الشيخ زايد في سنتر الحرم المدوره الثانيه، ومدام ام يوسف مراتي ومعايا في الشغل ودراعنا مع بعضينا يعني مع بعضينا عمل الخير دايما. الله يكرمك ويرضى عليك يا رب. فزي ما قالت حضرتك برضو الاستاذه عبير كانت معانا على التليفون متواصله ووجهتنا مش اكتر يعني وجهتنا للي يستاهل اكتر لعمل الخير. وجات لنا عشان المبادره وبتاع واحنا تواصلنا معاها والحمد لله رب العالمين. بعدين كان في سؤال برضو بينا وبين بعضينا يا جماعه، اللي يقدر يدعم اي حد محتاج بطريقه متعففه وطريقه جميله يدعم، اللي عايز يوصل حتى لو حد هيوصل كيس سكر لحد يوصله لحد بيته يوصله له. وبالفعل كانت مبادره ناجحه قوي وانا فخوره بالابطال اللي معانا دول بجد، لانهم من اول فتره كورونا وهم بيدعموا الناس المحتاجين العماله الغير منتظمه. طبعا احنا مش عايزين نحط كل حاجه على طبعا الدوله والحكومه بجد، يعني احنا عندنا رئيس جميل جدا جدا شغال صح قوي 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 قوي، بيحب المصريين بيحبنا كلنا ما بيتفناش بجد، بطل جسور. وعندنا طبعا حكومه جميله. صوتي لصوتك النهارده عشان طبعاً. نسيت اقول حاجه برضه. اتفضل. نسيت اهني الشعب المصري بانتصارات طبعا اكتوبر المجيد وبهني السيد الرئيس طبعا بالانتصارات الجميله، وبهنيه طبعا على التقدم واللي احنا فيه والرخاء اللي احنا موجودين فيه حاليا، وان شاء الله نشوف مصر في تقدم ورخاء ان شاء الله. وبنقول له يا ريس على فكره كلنا معاك، كلنا بنحبك، كلنا بندعمك. الناس البسيطه ديت اللي هي صاحب يعني معلش محل فراخ، صاحب محل خضار، صاحب سوبر ماركت. انا طبعا ما جبتش الناس كلها، انا قلت حابه بس كده لاني يعني انا معايا رجال اعمال، بس دول نموذج مشرف للناس اللي هي البسيطه اللي حست بالناس البسيطه اللي زيها. فبنقول له احنا معاك يا ريس، وبص الناس الجميله اللي وقفت وقالت لا احنا مع الشعب، احنا مع الدوله، احنا مع المؤسسات بتاعه الدوله، احنا مع الريس، احنا هندعم وهندعم المحتاجين بطريقه جميله. بشكركم كلكم وانتم نموذج مشرف جدا. ومعانا طبعا الجميل طبعا بتاع الخضار الجميل اسواق العويسي، طبعا كل شويه كلمنا عن عروضك، كلمنا عن ان انت بسمع في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا قال في كتابه العزيز ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ده مبدا الطياره. انا بدل يعني ما ينفعش اقول ان انا مثلا اديت لحد او عملت لحد او حد جاني، انا ما بحبش الطريقه دي يعني. أنا بحب أعمل إيه؟ أنا أجيب مثلا حاجة بدل ما أكسب فيها 3 جنيه أكسب فيها 50 قرش. بدل ما هبيع 100 كيلو لأ أنا هبيع طن. بدل ما هبيع طن هبيع 5 طن. بدل ما هبيع 5 طن هبيع 10 طن. أنا كسبت أكتر. كسبت أكتر. ما كسبتش قليل. والتاجر لازم يكون رحيم ورؤوف. يعني الجشع ما ينفعش. يعني انا في ايام كورونا وما قبل كورونا كان السيول وانا عامل المبادرات، وجات المدام عبير الله يبارك لها وصورت معايا وشافت يعني مش حاجه احنا مش مرتبينها. انا ما بنزلش غير فعلا الصح اللي بيعمل فعلا عمل خير للناس. هي سمعت فجت على جت على الوضع شافت صح. الوضع والعروض اللي بنعملها والعروض اللي بنعملها وانت بتعمل الخير وانت انا مطمئن حتى لو يعني حتى لو الحجم اتضرر في بعض الاوقات انا ببقى مطمئن مرتاح الحمد لله. يعني انا مش قلقان من حاجه. ليه؟ انا يعني تخش عندي على الصفحه، انا عامل صفحه عامل جروب بالخضروات والفاكهه ان شاء الله من سنه تقريبا، هتلاقي مثلا من سنه او من 8 اشهر يعني مش النهارده، هات كل يوم خميس وجمعه، خميس واربع هتلاقي عروضات، هتلاقي عندي اسعار مثلا مش موجوده في الارياف صح. يعني هتلاقي انا سمعت فعلا. حاجه برضو ان انتوا مجموعه من التجار كل واحد نشاط بالزبط. مختلف تمام تمام اتجمعتوا مع بعض وقلتوا لا لغلاء الاسعار لا 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 للاحتكار بالظبط وقلنا برضو مع لا بعض طبعا. دايما مع بعض في الخير وابتديتوا تشوفوا الاسر اللي هي المحتاجه تمام وعرفنا ان انتوا ابتديتوا توصلوا لغايه الاسر دي عندهم
كل أيوة. المجالات اللي موجوده والمحلات التجاريه ده كان بيحصل. كل واحد والغير قادر برضه والغير قادر. انا عايزه بس اقول حاجه، ان هناك عندنا في الشيخ زايد كان بالنسبه طبعا للتجار الجمال اللي قدامنا دول وغيرهم كتير قوي طبعا بيسمعونا دلوقتي، كانوا بالنسبه للناس اللي هي الغارمه المطلقه المعيله، كان في سيدات بتغسل كلا ربنا يعافيكم، كانت الناس دهيت يوميا الفراخ الخضار الفاكهه الزيت حتى السحور. انا عندي واحد غريب جدا يعني بصراحه فقير جدا وعلى قده بقدرة فول، كان بيتبرع ب20 كيس فول يوميا ويقول لازم اساهم. ازاي القدره بتاعنا؟ انا حاولت اقول له يعني هو المفروض كان جه معانا النهارده، قال له طب انت هتطلع لك كام مكسب من القدره عشان تتبرع ب20 كيس فول كل يوم؟ يقول لي والله البركه من عند ربنا، ما نقص مال من صدقه. وفعلا بجد ربنا سبحانه وتعالى كرمه وجه قال لي بصي يا استاذ عبير انا كنت قاعد بقدره، دلوقتي انا عندي محل الحمد لله. قلت له تبارك الله، وانا فرحانه قوي قوي. حتى الفينو كانت يعني الست المعيله او المطلقه او الغارمه بتوصل لها شنطتها بسم الله ما شاء الله يوميا من خضارها لفاكهتها لحمتها لكل حاجه بسبب الناس الجميله دي واللي بيتفرجوا علينا موجودين، لان طبعا يعني نظرا للبرنامج حضرتك هو الموضوع ده كله بيرجع ما بيرجعش لموضوع مثلا الربح. انا راجل لو كل هدفي اللي هو الربح انا مش هعمل الكلام ده حتى لو معايا الفلوس فلوس مصر كلها. مش ده الموضوع. الموضوع ان دي بترجع ان احنا في مبادئ، المبادئ لسه موجوده. ايوه يعني الاستاذ ايمن الراجل بتاع الفراخ انا شفته عمل كده شافه صوره حلوه، هو هيكسب كام؟ مش ده الموضوع. طب انا محبه الناس عندي قد ايه؟ هو ده الموضوع. طول ما انت ماشي في الشارع هو ده الموضوع. انا بقى لو حبيت بقى اعمل من هنا مبادره من برنامج، انا جيت عملت انا عايز اقول لحضرتك لو حبيت بقى من البرنامج هنا اعمل مبادره واعمل وادي رساله للتجار اللي هم بيغلوا الاسعار بالظبط، نقول لهم ايه من عند حضرتك هنا من المبادره بتاعتك؟ بلاش 3 جنيه خليهم 2 جنيه خليهم جنيه ونص وكله هيرزق من فضل الله. انا اقول له ايه بقى؟ بيع كتير واكسب قليل، اكسب قليل تكسب اكتر. هبيع كتير بيع كتير اكسب قليل مجموعك في الاخر هتكسب اكتر. انا بقى سؤالي المره دي للمذيعه، عايز اقول للمذيعه انت ليه عملتيها في الشيخ زايد بس ما عممتهاش على مستوى الجمهوريه؟ لا ما لسه جايين على فكره، انا نسيت طبعا التقرير الجاي ان شاء الله هيبقى مجموعه رجال اعمال. انا مش قادر طبعا انسى سامح بيه سليم حقيقي اللي هو دعمنا بكل الدعم، صاحب شركه المصريه للنقل للسيارات والنقل والتوريد. مش عايزه انسى طبعا الاعلامي الجميل احمد الحسيني، مش عايزه انسى الاعلامي الجميل تامر بسيوني، مش عايزه انسى طبعا عضو مجلس الشعب امين مسعود، مش عايزه انسى عضو مجلس الشعب اللي هو مرشح نفسه ان شاء الله النائب المنتظر عن دايره البدرشين والعياط نادر عبده، ده بجد كان بيدعمنا حتى بالكمامات بكل حاجه بالشنطه اللي هي فيها حاجات الكورونا. واحنا على فكره لفينا بالمبادره دي وان شاء الله التقرير اللي جاي هجيبه مع رجال الاعمال، رحنا بيها بني سويف، رحنا طنطا، رحنا مركز الصنطة عشان طبعا سامح بيه، رحنا فيها بطن البقر عن طريق الاعلاميه الجميله غدا المهدي، رحنا مصر القديمه، رحنا جزيره محمد. لا لفينا وهنلف وان شاء الله باذن الرحمن احنا مع الناس البسيطه، وبقول لهم زي ما انا قلت لهم اللي عايز يوصل حاجه يوصلها بنفسه من ايده لايد المحتاج، ودي ده هدفي. انا لا تابعة جمعيه ولا انا اساسا شغاله مع حد، انا شغاله مع ربنا سبحانه وتعالى وبتاجر مع الله سبحانه وتعالى، والناس الجميله دي بتتاجر مع ربنا طبعاً. فمبادرتنا هتستمر طبعاً. ان شاء الله طبعاً. ان شاء الله. استاذه هند المبادره مبادره جميله، واحنا شفنا عمل خير وشفنا عمل جميل بتقوموا بيه كلكم طبعا مع الاستاذ ايمن والاستاذ ايمن، وشفنا عمل يعني طبعاً. احنا بنتكلم انها مجموعه من المحلات بس انا عايز برضو الاستاذه هند هي اتعملت في الشيخ زايد، لو حبيت اوجه بقى رساله للتجار ان هم يعملوا نفس المبادره بتاعتكم. عايز اقول لحضرتك في مستوى في جميع انحاء الجمهوريه نقول لهم ايه؟ عايز اقول لحضرتك يعني احنا مهما كان محلات بسيطه يعني على قدنا، على قد ما تقدر كنت بسيط يعني على قد ما تقدر خرج من عندك، ربنا هيزيدك طبعا زي ما احنا قلنا طبعا في الزياده. انما التجار الكبار طبعا ما شاء الله عليهم ربنا هيزودهم في رزقهم اكتر، ويعني بس في الشيخ زايد عندنا ما شاء الله برضو في تجار كتير، واحنا برضو هنتواصل معاهم ان شاء الله بعد الحلقه دي.
ونحاول على قد ما نقدر نساعد برضه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله برضه الاستاذ ايمن عايزين نقول له انت بتنشر من هنا في حضرتك في 2017 اتعملت حاجه اسمها خيم رمضانيه لسه كنا هنتكلم فيها قبل اي شيء. فكان كانت تحت رعايه السيد رئيس الجهاز كان المهندس جمال طلعت وكان مجلس الامناء المهندس محمد الصاوي المهندس مصطفى بكير واتعملت وخدت الاولى على محافظه الجيزه بالمناسبه يا استاذي 2017. بالمناسبه قبل ما ننسى انا بوجه يعني بوجه كده هو التحيه للبشمهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز الشيخ زايد لانه فعلا بجد الراجل دوت راجل جميل قوي 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 متعاون معانا جدا جدا وبوجه لمصطفى الباشمهندس مصطفى بكير بوجه له تحيه لاني محبوب بجد في زايد جدا. اتفضل. احنا كنا بنتكلم على الخيام الرمضانيه اللي انتوا بتقدموها كان فيها مبادرات برضو كانت تحت شعار تحيا مصر وفي حب مصر كان هي وضد الغلاء. يعني حضرتك شايف ان انت كل أنا فتره المدينه بتاعتك محتاجه ايه فبتضطر بتبتدي ان انت تتاقلم معاه بمبادره. انا شغلي انا شغلي انا احنا معانا محلات ايجار ما معناش تملك في الشيخ زايد. تمام. انا ليا 5 سنين في الشيخ زايد وقاعد بالايجار. الموضوع معايا مش موضوع مكسب. اكيد. موضوع يعني احنا مثلا عندنا بس برضه لازم يكون في برضه ربح لان انا برضه في ربح حلال وفي ربح أكيد. انا بسميه حرام او الدين بتاعنا الاسلامي بيسميه حرام. اكيد. يعني انا لما اجيب حاجه ب 3 جنيه واحط عليها مثلا 20 جنيه واقول للزبون اصل الزبون بتاع الشيخ زايد في يعني في زبون لارج واقول له مثلا دي الحاجه دي بدون مبيدات وابيع له كلمتين وبحاله ب 20 جنيه هل ده رزق حلال؟ طيب مفيش رقابه على الاسعار اللي هي المحلات اللي بتبيع. بص حضرتك ما دي برضه ملحوظه يعني تايه عن اللي كتير. مفيش رقابه في العالم مش في مصر تقدر تحكم اسعار الخضار والفاكهه. لا استحاله ان هي في بورصه كل يوم عاليه كل ساعه كل ساعه حضرتك في سوق الجمله اسعار عاليه اللي يقول لك انا هتحكم في الاسعار وانا هبط. لا 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 مش ده الموضوع. موضوع ان ديت الصنف اي صنف سواء خضار او فاكهه كتر في السوق وفي الاراضي رخص قل الاقبال بقى عليه شديد بيغلى في الارض مع سواء الجمله مع التجزئه فمحدش يعرف يتحكم في سعر. السعر لما بيغلى من تجار معينه ده بيبقى ناتج من الفلاح نفسه ولا من التاجر ولا من في حاجات لما بتعدي المعدل بتاعها في الغلاء بيكون ضعف محصول ضعف محصول او سحب تصدير للخارج. يعني احنا البرتقال السنه اللي عدت في اول ازمه كورونا البرتقال مثلا في الجمل من 5 جنيه 6 جنيه 8 جنيه 9 جنيه 10 جنيه 12 جنيه وهكذا. فتدريجيا على الاكيل مش واخد باله من الكلام ده. انا جيت النهارده اشتريت من حضرتك البرتقال ب 6 جنيه جدا يوم ايدك حرضت عليه 10 يبقى انت حرام. الزبون غصب عنه والتاجر في الوقت ده غصب عنه. ده في بورصه شغاله. انا بروح الارض النهارده معايا 10,000 جنيه عايز اجيب طن برتقال يقول لي لا ده ب 12 النهارده. طب اجي اقول للاكيل كده الاكيل ما يعرفش في الكلام ده. انت كنت بتبيعه امبارح ب 10 زياده الدوري النهارده ب 15 اكيد يبقى في هي في هنا عرض وطلب عرض موضوع الفجأة عرض وطلب. ولو جينا بقى نسال في الفراخ نفس الموضوع لا هنختلف شويه يعني حضرتك بورصه أيوة. بس في يعني بتطلع ب 10 جنيه مثلا من النهارده من المزرعه التاجر بياخد 2 جنيه تيجي عندنا يعني انا المفروض ناخد 3 جنيه. في ناس بتحط 5 في ناس بتحط 6 في ناس بتحط 7 هو كله يتوقف للضمير اللي بيبيع. انت لو خدت جنيه ونص وبدل ما بتنزل مثلا 500 كيلو زي ما الاستاذ ايمن قال هتنزل طن والمكسب هيبقى بزياده بس هو يرجع للضمير اللي بيبيع نفسه. فاحنا دايما الحمد لله عندنا كل خميس وجمعه عروض. كل خميس وجمعه عرض. جنيه نازله ب 10 ببيع ب 11. بنزل كل يوم في الايام العاديه مثلا 200 كيلو 300 كيلو في اليوم ده يوم الجمعه بنزل طن يبقى مكسبي بقى والناس أربعة طبعا أضعف. اكتر مستفيده طبعا بيع كتير بيبقى مكسب اكتر والنظافه طبعا والشغل بقى استريتشات لا وعايزه انوي عن حاجه كمان ان الناس اللي كانت بتاخد انا طبعا ما كنتش بشوف حاجه بس كانوا اتصلوا بيا استاذه عبير قد ايه قد ايه مدام هند واستاذ ايمن بيلفوا بجد الحاجه اللي بيدوها لنا بيغلفوها وبطريقه شيك وبيقطعوا الفرخه بنظام جميل قوي وبيحطوا لنا حاجات متنوعه فطبعا يعني احنا ما شفناش كده
قلت لهم لان هي فعلا الحاجه دي بتبقى في ايد ربنا سبحانه وتعالى، فلازم توصل بالطريقه الجميله، انت بتديها في ايد ربنا سبحانه وتعالى، قصد منه خير وقصد منه الجزاء والثواب منه. يعني كفايه بس الضحكه اللي احنا بنشوفها على وش الناس بالظبط ديت، والفرحه فوق يعني، خد فرخه كتير يعني، مش خد حاجه كبيره بس فرحه أكيد. طبعا اللي مع اطفال واللي ظروفها طبعا بعد الكورونا بقت وحشه، احنا كنا احنا طبعا الجمهور بنتعامل معاه كل يوم، بتيجي بتتكلم كل يوم بتعامل مع لا بس مدينه الشيخ زايد كانت ما شاء الله عليها يعني، بالناس الجميله دي كانت مختفيه على فكره، الناس طيبه وناس طيبين جدا مش كل احنا محترمه 90% من الناس الاغلبيه والله اللي انا عايزه برده اقوله يا جماعه ان الشيخ زايد والوسط والناس يعني الناس بتبص لها كلها على انها قصور وفلل وحاجات، لا انا عايزه اقول مدينه الشيخ زايد عندنا فيها عماله غير منتظمه كتير جدا، فيها بوابين، فيها ناس اسكان طبعا قومي كله يعني محدود الدخل، مش هي طبعا قدام الناس اشمعنى، في ارامل، في مطلقات، في معيلات، في غريمات، فاحنا يعني بالناس الجميله دي ان شاء الله ان شاء الله هنلف الدنيا كلها. على فكره كان في ناس من فيصل بيتواصلوا معانا، وطبعا الفقره اللي جايه بتاعت عماد بيه سلطان، هو طبعا عامل جروب جميل قوي اسمه يلا نساعد بعض، انا داخله في كذا جروبات وكذا مبادرات الحمد لله، واحنا برضو داخله برضو في الوفد مع المراه، يعني انا مع المراه لاني انا حد بسيط زيهم وغلبان زيهم، وانا بدقاها احنا المراه ديكوا عشانكم عاملين حظكم في السنه جميله والله شجعكم، لان المراه هي دلوقتي في المجتمع والرئيس مدينا احقيه جميله قوي طبعا يا الرئيس ابتدى ان هو يهتم برضه لا مش ده مهتم قوي المراه طبعا اللي احنا شايفين التشريع دلوقتي بقى برضه المراه وكل يعتبر ده نفسنا يعني لا ده انا مش نفسنا انا سعيد بيكم والله النهارده وسعيد ان كل الحياه دلوقتي بقت المراه هي اللي بترسم البسمه في الحياه اللي احنا موجودين فيها، وانا سعيد بالمبادره الجميله اللي انتوا رسمتوا البسمه على كل واحد جه عندكم، وكل واحد انتوا قدمتوا له خدمه مكملين في المبادره ومكملين برضو ان شاء الله مع بعض، لو عايزين نبعت تحت مصر نبعت تحت مكملين في المبادره ان شاء الله. ايوه خير ان شاء الله، احنا بنشكر ضيوفنا طبعا، احنا كان نتمنى ان احنا نقعد معاكم وقت اكبر بس وقت الحلقه طبعا، بس انا سعيد بيكم فعلا وسعيد بالمبادره الجميله اللي انتوا رسمتوا بيها البسمه على كل واحد وعلى كل رساله قدمتوها للمجتمع اللي احنا موجودين فيه، ودايما دايما في عطاء وعطاء، والاستاذه بقى تشكر ضيوفنا ونطلع فاصل. انا بشكر ضيوفنا قوي قوي لان انا دي مش ضيوفنا على فكره، دول اهلي وحبايبي وجيراني والناس اللي انا بعتز بيهم في كل مكان وزمان، وبقول ان انا معايا ناس جميله قوي قوي قوي، واحنا مع الغلابه لان احنا اساسا بالنادي من احنا اساسا من الغلابه هو ده الموضوع تمام هو ده الموضوع بالزبط. احنا من الغلابه بالظبط. نشكركم ونطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل وبنرحب بضيوفنا الجمال اللي منورينا برنامجنا الجميل اهل كايرو، بنرحب بضيفنا الجميل الشاب الخلوق عماد سلطان، وبنقول له عرف نفسك للمشاهدين، وطبعا انت غني عن التعريف، انا مش هقول اني ولا اعرف نفس اعرفك بالناس، انا بس مبدئيا يعني بحب ارحب بكل الناس اللي هي منتظراني، اصدقائي اللي في كل مكان، وطبعا بنهني الجيش المصري العظيم بذكرى انتصارات اكتوبر المجيده اللي هنفضل لاجيال اجيال نحكي بيها عن انتصاراتنا وعن قوه الجيش المصري ان قدر يحول الهزيمه لانتصار، وهي دي عقيده الشعب المصري. فانا شاب مصري بحب مصر قولا وفعلا. انا الاستاذ عماد سلطان، رئيس مجلس رئيس اداره التشغيل وتوفير فرص العمل بالحمله الرسميه لدعم مؤسسات الدوله. اهلا بك برئاسه طبعا حبيبي والاب اللي احنا كلنا بنتعلم الوطنيه في مدرسته سياده اللواء احمد زغلول مهرام. اهلا بيك يا استاذ عماد منورنا، واستاذ احمد حسن طبعا منورنا النهارده ببرنامجنا، واحنا سعداء ان انتم موجودين معانا، واحنا طبعا بنقول لشعب مصر كله كل سنه وهم طيبين في انتصارات اكتوبر المجيد، ودايما يا رب انتصارات وانتصارات وانتصارات. كلمنا يا عماد بقى عن فرص التشغيل اللي انت بتوفرها للناس كلها وللشباب، كلمنا عن حياتك، كلمنا مين اللي بيدعمك، مين الاب الروحي اللي كان ورا الموضوع ده كله. انا عارفه ان انت طبعا شاب مكافح، احكي لنا كده عنك كل حاجه. والله هو الموضوع بدايته خالص يعني انا اكتشفته ان هو فيه بالفطره من عند ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو من وانا صغير
مجرد ما انا طبعا احنا واحنا صغيرين بندرس فبناخد اجازه المدارس فبنسمع بقى ان فلان بيشتغل فحبيت ان انا اشتغل فكلمت حد ان انا اشتغل معاه فطلب مني ان انا الصبح اصحيه وهطلع شغل معاه فانا لقيت نفسي بلف على كل اصحابي يلا هننزل شغل الراجل الصبح يعني جه اكتشف ان جايب له الشارع كله. بعد كده كبرت شويه كنا في شارع في الطلبيه صاحب بيت والده يعني صاحبنا وكده كان عايز يهدي. احنا معانا مداخله تليفونيه ومعانا سياده اللواء احمد زغلول حبيبي. الو سهلا. ايوه فندم. ازيك يا فندم اخبار معاليك؟ اهلا وسهلا فندم كل سنه وحضرتك طيبين. كل سنه وحضرتك طيب في انتصارات اكتوبر واحنا عايزين نعرف بقى من حضرتك النهارده عرفنا بالمبادرة الجميلة طبعا اللي حضرتك بتترئسها الحملة طبعا اللي هي دعم مصر ودعم مؤسسات الدولة فعايزين نعرف من حضرتك الحملة الجميلة دي حضرتك ابتديتها ازاي وابتديتها منين؟ اولا كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة اعياد اكتوبر الجديدة وان شاء الله ايام سعيدة علينا جميعا وطبعا الحملة اسمها دعم مؤسسات الدولة دي حملة الحمد لله رب العالمين تضم شرائح المجتمع المختلفة وشفنا شباب يعني ما كنتش متوقع ان هم عندهم يعني قدرة على ان هم يقدموا للبلد خدمات جليلة منها الأستاذ عماد سلطان يعني انا اللي بعتز بيه رئيس اللجنة التشغيل بالحملة ودي دور مهم جدا جدا ان احنا عملنا عدة ملتقيات لتشغيل الشباب والحمد لله كانت فعالة جدا وكان ليها دور مؤثر وبنشكر بصدفة وجودنا في برنامج حضراتكم كل رجال الأعمال الشرفاء اللي ساعدونا في حمل التشغيل ويعني الثقة الغالية اللي تمت معانا في الحملة الرسمية دعم مؤسسات الدولة اللي احنا الحمد لله حاطين أهداف قدامنا أهمها يكون الشباب رقم فاعل في المجتمع نرجع تاني القدوة ونستدعي هذه الرموز اللي قدمت الوطن التسليح سواء في الحياة المدنية أو في الحياة الاجتماعية أو في الحياة العسكرية عشان ولادنا يعرفوا أن دول هم اللي بنوا المجتمع وهم اللي بنوا الدولة المصرية نرجع تاني نقول أن العلماء والمثقفين هم نبراس ودليل الدولة في التقدم إن شاء الله في الفترة اللي جاية بالإضافة إن إحنا لازم نحط إيدينا على مشاكلنا ونحاول نحلها بإيدينا يعني إحنا لازم نكون كلنا لينا دور مهم في بناء هذه الدولة العظيمة كلنا ننتمي لأعظم حضارة في العالم فلازم يكون لينا دور مهم جدا جدا في بنائها ما نستناش حد تاني يبنيها لنا ولا نسمع أقاويل والنداءات اللي بتحاول من نايل من استقرارنا وامننا الحمله احد اهدافها محاربه الارهاب احنا دائما يا فندم متابعين طبعا كل العطاء اللي حضرتك بتقدمه لنا وبتقدمه لشبابنا وبتقدمه للوطن اللي احنا موجودين فيه وعايزين نعرف من حضرتك الحمله ابتدت من على مستوى جوريه ولا على قطاع محدد؟ لا والله الحمله يعني الحمد لله رب العالمين انتشرت يعني كيان الحملة من بعض رجال المجتمع رجال الأعمال معنا فنانين يعني رئيس الحملة رئيس لجنة الشباب الفنان سامح يسري رئيس لجنة التثقيف الفنان القدير طارق الدسوقي بالإضافة عندنا لجنة الصناعة أستاذ طلعت فين طلعت رجل الأعمال الشهير عندنا لواءات على قدر المستوى وكان ليهم دور مميز في اعمالهم اللي هو طارق الشاذلي نائب اول الحمله عندنا يعني شرائح المجتمع كلها متواجده معانا واحنا الذخيره بتاعت الحمله الشباب الشباب هم الاساس وهم الرساله اللي احنا بنبعتها ونحاول بقدر الامكان ان احنا نشد من ازرهم ونقف بجانبهم نحاول يعني نخليهم ليهم دور فاعل في بناء هذه الاسره العظيمه اللي هي دولتنا اللي احنا كلنا بنعتز بيها احنا كلنا اسره واحده بنحاول بقدر الامكان ان احنا كل يوم نقدم جديد هناك يا سياده اللواء
سيادة اللواء، عرفناك طبعا واتقابلنا كتير قوي، وانا طبعا على المستوى الشخصي بقول ان حضرتك انسان بشتى مقاييس الانسانية، اب روحي وداعم لكل الشباب، انسان متواضع جدا، بسيط، محب لكل اللي حواليك بجد. يعني احنا عايزين نعرف حياتك شوية، لو اللي هي العملية نبعدها ونفصلها ونعرف سيادة اللواء الأب في بيته عامل إيه مع أولاده. خلينا بقى شوية ندخل كده على الحياة العائلية. والله حضرتك يعني أنا طبيعة عملي خلال الفترة اللي فاتت دي كلها قبل ما أحل التقاعد ما كنتش قريب من الأسرة، يعني بسبب الأسرة بالزوجة هي اللي قايمة بكل حاجة لغاية ما ربنا كرمني وتقاعدت. كان برضو يعني وظيفة اللي أنا يعني ربنا أكرمني بيها بعد ما تقاعدت، كنت مساعد وزير الصحة والاتصال السياسي في المنية، فكانت لا تختلف عن عملي في القوات المسلحة من الساعة 7 الصبح لغاية الساعة 11 12 بالليل في المكتب. فطبعا برضو يعني حسيت إن أنا ما اتغيرتش كتير، بس في جائحة كورونا هي اللي خلتني قرب من الاسره، والحمد لله كان ليها دور مهم، وهي مشاركه معايا في الحمله بالمناسبه، كل اعضاء الاسره يعني من اصغر طفله، انا عندي 3 بنات والزوجه معايا في الحمله وبيشجعوني دائما، بالاضافه للمصالحات العرفيه اللي احنا بنقوم بيها في اعضاء حمله. اكيد يا سياده اللواء، انا طبعا بعرف الجانب الانساني لان هي شغلنا الشاغل في الإنسان الجميل سيادة اللواء أحمد زغلول المحبوب لدى الآخرين، لكل من يعني مكان بيروح فيه بتلاقي كل الناس بتحبه، ليه تواجد وليه حضور. فمتشكرين جدا جدا، وكل سنة وحضرتك طيب، وبنهني حضرتك طبعا بعيد بانتصارات أكتوبر المجيدة، وكنت مشرفنا، وانت طبعا حضرتك بالنسبه لنا الغائب الحاضر في كل مكان وزمان. ميرسي يا فندم. شكرا جدا يا فندم. نشكر حضرتك. طيب نشكر حضرتك. نرجع تاني بقى الاستاذ عماد. طبعا بقى عشان وقت البرنامج احنا هنتكلم مرحله بقى اللي هي لما بدايتي ان انا يعني كنت بوفر فرص عمل، حاجه بعملها تطوعا حبا في البلد. مشكله البطاله مشكله خطيره جدا، كل شاب بيخلص دراسه عايز يشتغل، انا بقول واتحمل مسؤوليه كلامي، فرص العمل كتيره جدا، بس هي في حلقه مفقوده بين الشركات والمصانع وبين الناس. احنا دلوقتي بالحلقه دي وحلقه تطوعيه، دورنا في الحمله. ابتديت على قدي لغايه لما حد عرفني بسياده اللواء الاب الروحي لينا سياده اللواء احمد زغلول مروان، كل التحيه قائد. رحت وقابلته وابتدى يدعمني وقال لي انا معاك، وبعد كده ضمني للحمله الرسميه لدعم مؤسسات الدوله، وابتدينا نعمل ملتقيات توظيف مع سياده اللواء احمد، وابتدينا نعمل بروتوكولات تعاون مع كبرى الشركات ونوفر فرص عمل في كل المجالات. تمام. معانا مداخلة تليفونية تانية. معانا سيادة اللواء. الو. الخط قطع. طيب احنا نرجع تاني لموضوعنا، واحنا سعداء بيك يا استاذ احمد النهارده، واحنا عرفنا يعني حضرتك طبعا رئيس مجلس ادارة شركة السياحة، وعايزين نعرف من حضرتك تأثير السياحة من بعد فترة كورونا وتأثيرها في الوقت الحالي اللي احنا عليه. هل السياحة زي ما كانت قبل كورونا او بعد كورونا؟ لا هي طبعا ما كان زي قبل كورونا طبعا، بس الدنيا في مصر بدأت تبقى احسن. السياحة قعدت فترة من شهر 3 لحد شهر 7 كده، اللي هي تقريبا 4-5 شهور مفيش سياحة في البلد، مفيش حد عارف معالم البلد أصلا، مفيش حد عارف حاجة عن السياحة. يعني ابتدينا أهو الحمد لله ربنا كرمنا إن بقى في سياحة، وبقى في ناس بتروح وناس بتعرف معالم بلدها، والسياحة بدأت تفتح والدنيا بقت كويسة. احنا عندنا مصر بلد جميلة، مصر طبعاً فيها أماكن سياحية كتير، في أماكن سياحية، في ناس كتير ما تعرفش هي إيه ومعالمها فين وده، لان مصر طبيعتها بلد ساحره طبعا. ازاي نجذب احنا بقى السياح ونجذب شبابنا ان احنا نزور الاماكن السياحيه دي ونعرف العالم كله بالاماكن اللي احنا ما بنزرهاش، يمكن الاعلام ما بيظهرش كتير الامور دي، فازاي حضرتك نجذب السياح ونجذب شبابنا ان هم يقدروا. واحنا ابتدينا نستغل ان الفتره ان اللي فاتت دي ان الناس ما كانتش عارفه تسافر بره ولا كانت عارفه تروح تاخد الاجازات بتاعتها بره، فاحنا ابتدينا نعمل حاجات بالشركه بتاعتي ان احنا بقى مثلا بقينا نظهر المعالم السياحيه اللي في مصر، زي مثلا شرم الشيخ، سهل حشيش، عندنا مثلا مرسى علم، عندنا نويبع، عندنا اماكن احنا بدانا نظهرها للناس، بدانا نعرف الناس اهميه بلدنا والمعالم السياحيه اللي في البلد،
يعني بنعمل حاجات حلوه ان احنا يعني بنبقى احنا تقريبا بنوصل الناس بالمعالم السياحيه، يعني بنحاول نشوف انسب طريقه ان احنا نعرف بيها بلدنا. احنا طبعا في فتره شتاء عايزين ان في سياحه طبعا شتويه وفي سياحه مصيفيه، عايزين نعرف ايه الاماكن السياحيه اللي ممكن نروحها في الشتاء في الفتره دي. عندك طبعا بلدنا فيها مشهوره بالاقصر واسوان، اكتر مكان ممكن تستفاد فيه بالشتاء ومكان جميل جدا. عندك مثلا شرم الشيخ برضو وواحد سيوه وطبعا وشرم والغردقه وسهل حشيش والنويبه ودهب. ايه العروض كتير اللي حضرتك طبعا بتعملها وتبقى فيها تسهيلات بالنسبه لشركتك عشان تشجع الناس على السياحه؟ انا العروض يعني مثلا عندي عرض بيبتدي من 4 ايام 3 ليالي، ده بيوديك في اي مكان في مصر، بعرفك المعالم السياحيه، بعمل لك بروجرام ان انت تروح المكان تعرف معالم بلدك، تعرف يعني فعلا فعلا بلدنا بلد جميله فيها معالم، يعني الناس السياح بيجوا لنا عشان يشوفوها، ازاي شعب مصر ما يعرفهاش؟ فانا بحاول ان انا اعرف الناس بقى المعالم السياحيه، بوصلهم للحاجات دي، بعرفهم اهميه بلدنا، لان في شباب كتيره ما يعرفوش اهميه البلد. احنا معانا مداخله تليفونيه، معانا سياده اللواء معتز عبد الرحمن. الو. الو. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بمعاليك يا فندم، اهلا بحضرتك. احنا سعداء ان حضرتك موجود معانا النهارده في برنامجنا، وسعداء ان احنا موجودين النهارده وبنسمع حضرتك وبنقول لحضرتك كل سنه وانت طيب. حضرتك بألف صحة وسلامة يا فندم، وشرف عظيم ليا ان انا اكون ضيف، واتمنى هنستأذن حضرتك توطي التلفزيون بس عشان الصوت يبقى واضح لحضرتك. تمام يا فندم. معاك يا فندم، احنا عرفنا ان حضرتك ابتديت مبادرة جميلة وعايزين نعرف لحضرتك بقى المبادرة الجميلة اللي حضرتك ابتديتها لشبابنا. هو الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، طبعا ربنا وفقنا، طبعا ان كان ليا شرف ان انا تعاملت مع سياده الاخ احمد زغلول واخويا طبعا الاستاذ عماد سلطان بمبادره ان احنا بنحاول قدر الامكان نحقق توفير فرص عمل للشباب اللي موجودين حاليا في الدوله. وبرده كان في جزء ثاني، يمكن معلش مع احترامي ده يعتبر نشاط التجديد بنشتغل فيه دلوقتي او انا بشتغل فيه على مستوى شخصي مع مجموعه اسمه اعرف بلدك بخصوص السياحه. ما شاء الله يا فندم. تمام يا فندم. طب احنا عايزين نعرف برضه من حضرتك المبادره الجميله بتاعت اعرف بلدك، وعايزين نعرف برضه الاهتمام بالشباب طبعا في اولويات، احنا عارفين في اولويات مبادرات يا حضرتك، فعايزين نعرف جزء الشباب من المبادره ايه؟ بالنسبه للجزء الخاص بالشباب حضرتك احنا بقدر الامكان بنتواصل مع الساده رجال الاعمال، بنقدر نتواصل مع بعض الساده العظام القاده بتوعنا بحيث ان نقدر نشوف ايه فرص العمل المتاحه، وفي نفس الوقت بنعلن عنها بحيث ان احنا ما نبخلش باي مجهود لتشغيل الشباب، لان برضو بنرجع نقول في الاول وفي الاخر احنا بنحميهم وبنحمي بلدنا من ان النهارده لو ما لقاش فرصه عمل ممكن يلاقي في اتجاهات اخرى توجهه لضد البلد، فاحنا بنحافظ على شبابنا وبنحافظ على بلدنا قبل كل شيء. من خلال اذا كان عمل في خلال اتجاه السياحه، اذا كان في خلال شغل زي شركات مؤسسات هندسيه، كل المجالات بنحاول ان احنا نتعامل معها، وفي نفس الوقت بنعلم، ويمكن دايما بنحاول نخلي زي ما بيقولوا العدد الاكبر يبقى الشباب اللي هم حديث التخرج او السن الصغير عشان نبدا نلحقه قبل ما يروح لاي اتجاه اخر. احنا سعداء جدا بسعادتك يا سياده اللواء، وعايزين حضرتك طبعا ازي حضرتك عامل ايه، وبنهني حضرتك طبعا بذكرى انتصارات اكتوبر المجيد، وفرصه وحضرتك موجود معانا توجه كده رساله للشباب في ذكرى انتصارات اكتوبر المجيده ونوجههم للتوجيه الصح، لان يعني بجد احنا معانا حاجه جميله ورمز وقدوه زي عماد سلطان اتجه للطريق السليم. فكده رساله من سياده اللواء لشباب مصر
نقول له ايه عشان احنا يخاف على البلد دي ويحافظ عليها وما يضيعهاش؟ اللي اقدر اقوله لحضرتك ولاخواني ولكل ابنائي هي جملة ورجاء للناس تستوعبها، لان احنا ما بنقولش كلام شعارات، دي حقيقه. احنا حرب اكتوبر، انا طبعا ما كانش للاسف الشديد حظي ان انا كنت مشارك فيها، ولكن انا من الجيل اللي كمل بعدها. فكل اللي بنقوله لهم حاجه واحده، ان الناس اللي ضحت بارواحها، الناس اللي ضحت بدمائها عشان خاطر البلد دي، والحمد لله رب العالمين قدرنا نحقق النصر العظيم دوت اللي لغايه النهارده بيدرس في الجامعات. رجاء، واحنا بنقول رجاء ليهم، لان احنا بنتوسم دايما في اولادنا ان هم اهل المعلومه والخير باستمرار، بنرجوهم يحافظوا على اللي احنا قدرنا نعمله، ما يبيعوش البلد. ما فيش داعي ان افاجئ ان في بعض شباب للاسف احيانا نسمع منه كلمه انا مش عاجبني البلد، انا مش عاجبني الوضع في البلد. طيب احنا تملي بنشكر حضرتك طبعا للمبادرات الجميله والرساله الجميله لشبابنا، وتملي بنوجه شبابنا للطريق السليم، لان الشباب هي الطاقه المنتجه لاي مجتمع موجود في مصر. واحنا بنشكر حضرتك النهارده في برنامجنا، وسعداء ان حضرتك كنت موجود معانا النهارده يا فندم. ميرسي يا فندم، شكرا. ميرسي يا فندم، بنشكرك. نرجع تاني لعماد سلطان ونقول له انت كنت طبعا قايم بعده مبادرات جميله قوي من ايام ما انا وانت كنا في تحيا مصر، وبقالنا سنين في الموضوع ده. عايزين نتكلم باستفاضه عن جروب يلا نساعد بعض، اللي يعني بجد كان جروب جميل وهائل، كان لامم طبعا كل الناس، كان لامم من فيصل والهرم الشيخ زايد اكتوبر، بجد كان جروب حلو قوي قوي قوي. فعايزين بقى نعرف حاجات كتير عن الجروب ده، وفكرته جت ازاي، وساعد جارك وخليك سباق بالخير، فعايزين تكلمنا باستفاضه اكتر. هي الفكره كلها، هي ما اللي بيشتغل في الخير هي سلسله كلها مكمله بعض. يعني انا لما ناس بتكلمني عن فرص العمل، في ناس ظروفها ما بتقدرش تشتغل فمحتاجين مساعدات، ومعايا بعض رجال الاعمال اللي هم عندهم القدره ان هم يساعدوا. فجت لي الفكره ان انا اعمل جروب على الواتساب يلا نساعد بعض. ضفت طبعا القاده العظام بتوعنا اللي احنا دايما بنتعلم الحب والعطاء والخير على ايديهم. سياده اللواء معتز حبيبي، انا بوجه لك التحيه من القامات الكبيره في الدوله اللي انا بحبها، اللي هو رمز لينا دايما، اللي بنتعلم كلنا الوطنيه وحب البلد في مدرسه الوطنيه. فجمعت سياده اللواء، ما ننساش سياده اللواء احمد طبعا، الاب الروحي لينا طبعا، ما انا شكرته، ده الداعم الروحي والاب أكيد. والاخ والصديق، انسان متواضع وجميل، هو الاب الروحي لينا طبعا سياده اللواء احمد زغلول مهران. والموضوع احنا طبعا سعداء بالمبادره الجميله اللي انت ابتديتها. احنا طبعا لينا سلسله حلقات، لان حلقه أكيد. واحده ما تكفيش. الاستاذ عماد سلطان والاستاذ احمد حسن طبعا، كلام عن السياحه وعن بلدنا والكلام عن المبادرات الجميله. طبعا انا بشكر سياده اللواء احمد زغلول، بشكر سياده اللواء معتز عبد الرحمن، وبنضم صوتنا لصوتهم من برنامجنا هنا، وبنقول لهم احنا معاكم في المبادره، واحنا من خلال برنامجنا بندعو الشباب للتوظيف مع حضراتكم، واحنا برضو من خلال برنامجنا ان احنا بندعي كل الشباب ان هي تبتدي ان هي تمشي على الخط السليم وتتوجه للطريق السليم. فاحنا بنشكركم جميعا طبعا، قيادات كبيره موجوده وقيادات بتحافظ على بلدنا وعلى شبابنا، لان الشباب زي ما احنا قلنا هي الطاقه المنتجه. وطبعا انا بشكر حضرتك والاستاذ عبير، تشكر ضيوفنا عشان وقت الحلقه. طبعا انا بشكرك يا استاذ عماد، وبشكرك يا استاذ احمد، وانا لو جيت طبعا بينا وبين بعض سلسله حلقات متتاليه، لان حلقه واحده او اتنين مش كفايه على عماد سلطان. انا بس يعني حاجه اخيره حابب اقولها، والله يا جماعه فرص العمل كتيره جدا، يعني اللي حابب يشتغل في صفحه البرنامج يتواصل معانا، وفي على الفيسبوك صفحه تشغيل شباب مصر، احنا متطوعين، مفيش رسوم منك للشركه على طول. طيب احنا بنقول على صفحه البرنامج اهل كايرو، وصفحه الجروب برضو بتاعت الاستاذ عماد تشغيل شباب مصر، تشغيل شباب مصر، اللي عايز يشتغل من الشباب يا ريت يتواصل معانا، واحنا من خلال برنامجنا هنتواصل مع الاستاذ عماد وهنتواصل مع طبعا الجروب الجميل، ويتم تشغيل الشباب كلها، وان شاء الله نشوف مصر دايما متقدمه بشبابها. واحنا طبعا سعداء بيك يا استاذ احمد، لانك من الشباب الناجح اللي ابتديت برضو مشروعك، انت كنت لاعب كوره وابتديت في السياحه، ولينا برضو حديث ولينا لقاء اخر. واخيرا بنقول اللي يحب مصر يخاف على مصر، والى اللقاء في حلقه قادمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.